لدى استقبال سموه لعدد من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين، شدد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على أهمية أن تكون البحرين ومصلحة شعبها هي الغاية التي يعمل الجميع من أجلها، وأن يكون الهدف الأسمى لكل جهد مجتمعي هو تحقيق ما نتطلع إليه للبحرين من رخاء وازدهار. وأشاد سموه بما يتميز به أبناء البحرين من وعي عال وإدراك كبير لطبيعة ما يمر به العالم والمنطقة حولنا من تحديات، لا سيما وأننا نعيش في عالم متسارع تداخلت فيه العلاقات، وبات لما يحدث في أي مكان تداعياته التي تؤثر على الجميع. وأكد سموه أهمية استخلاص العبر والدروس ما يجري في العديد من دول المنطقة من أحداث، وأن نكون أكثر تمسكا بالوحدة الوطنية التي تعزز من قدرتنا على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم بقصر القضبية عددا من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين، حيث تطرق سموه إلى الحديث معهم عن العديد من القضايا المحلية والدولية. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يتحلى به شعب البحرين من صفات الطيبة والإخلاص في العمل من أجل الوطن. وقال سموه إن شعب البحرين كان وسيظل بإذن الله عنصر القوة الذي يحفظ للوطن استقراره ويرتقي به إلى أعلى مراتب الإنجاز. وأكد سموه ضرورة الحفاظ على قيم التواصل بين أبناء المجتمع الواحد باعتبارها نهجا بحرينيا أصيلا يميز أبناء هذا الشعب جيلا بعد جيل ومصدرا لقوته وقدرته على مواجهة مختلف التحديات. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في السنوات الماضية هي نتاج عطاء أبناء هذا الوطن الذين يقدمون على الدوام أسمى معاني الولاء والمحبة لوطنهم.